بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي طلاب الصف الخامس، أهلا بكم في درسنا اليوم. هو مراجعة على درس السكان في الوطن العربي، وما هي العلاقة بين السكان والجغرافيا أو مادة الدراسات. الجغرافيا عامة تنقسم إلى قسمين، هذه الكلمة جيوغرافيا. جيو معنى أرض، غرافيا معنى وصف. المعنى هو وصف الأرض من تضاريس، المناخ، من أنشطة اقتصادية، من سكان يعيشون على هذه الأرض. الوطن العربي من ضمن المناطق الموجودة في العالم، لابد من دراسة السكان في هذه المنطقة، لأن كل العلوم تنصب في السكان، وضرورة معرفة ما هي الأوضاع السكانية التي بتأثر بالتأكيد في جميع الأوضاع الاقتصادية والأوضاع الأخرى في أي دولة. السكان في الوطن العربي، تهتم جغرافية السكان. مفهوم جغرافية السكان هي دراسة الخصائص المختلفة للسكان، النمو السكاني، توزيع جغرافي، المشكلات السكانية المختلفة التي يواجهها السكان. ولكن من أين نحصل على البيانات السكانية؟ عدد السكان، حالتهم الاجتماعية، الاقتصادية، التعليمية، نسبة النوع، من خلال مصادر البيانات السكانية. تسعى الدول العربية كباقي دول العالم إلى جمع البيانات السكانية. سؤال جميل جدا بيجي في الامتحان، فسر. تقوم الدول العالم ومنها الدول العربية بجمع البيانات السكانية، لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ توفير الخدمات المختلفة للسكان وفق خطط مدروسة ومنظمة، مثل توفير مثلا شبكات الكهرباء، المياه، الطرق، المدارس، المستشفيات، بما يناسب مع عدد السكان. فإذا لم تقم الدولة بدراسة العدد أو دراسة السكان، البيانات السكانية، فتقع في مشكلات كبيرة جدا اجتماعية واقتصادية. مصادر البيانات السكانية: سجلات المواليد، سجلات الوفيات، الهجرة، التعداد السكاني، التعداد السكاني وجمع وإعداد المعلومات السكانية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بجميع الأفراد في دولة معينة في فترة زمنية محددة. تم إجراء أول تعداد سكاني في سلطنة عمان عام 1993. تقوم كل الدول بعمل تعداد سكاني كل 10 أو 5 سنوات. مثلا مصر، سلطنة عمان، كل 10 سنوات. الأردن كل 5 سنوات تقوم بالتعداد السكاني، أول تعداد. لابد أن نتذكر هذا، في سلطنة عمان كان سنة 1993 ميلادية. النمو السكاني: النمو هو زيادة عدد السكان من سنة إلى أخرى. النمو السكاني يتأثر بالزيادة الطبيعية، هي الفرق بين عدد المواليد والوفيات، الغير طبيعية، الزيادة الناتجة عن الهجرة. يعد الوطن العربي من الأقاليم التي تتميز بارتفاع معدل النمو السكاني على مستوى العالم، لأن معدلات النمو تختلف وتتفاوت من دولة عربية إلى أخرى. عدد السكان سنة 1970 في الوطن العربي كان 122 مليون، ثم تزايد إلى 2015 إلى 394 مليون نسمة. نمو سكان الوطن العربي من عام 1970، أي في القرن العشرين، أما في القرن 21 عام 2015 أصبحت 394 مليون نسمة. وهذا مخطط بياني يمثل وتقوم بالإجابة عليه، وقمنا بالإجابة عليه قبل ذلك. تمثيل عدد السكان في الوطن العربي على حسب كل عام، حتى نستطيع معرفة النمو السكاني بين كل عام وعام. التوزيع الجغرافي للسكان: ما المقصود بالتوزيع الجغرافي؟
هو انتشار السكان في منطقة معينة. بس قبل أن نتكلم عن هذا، لابد أن نعرف أن المؤسسة المسؤولة عن التعداد السكاني وهو المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، هو المنوط بمعرفة البيانات السكانية في سلطنة عمان. أما التوزيع الجغرافي هو انتشار السكان في منطقة معينة. يتوزع السكان في الوطن العربي بشكل غير منتظم نتيجة لعدة من العوامل الطبيعية والبشرية. مثلا الطبيعية، قبل الطبيعية نتكلم عن مناطق تركز السكان. مثلا ضفاف الأنهار الكبرى يتركز السكان فيها بكثرة، مثل نهر النيل في مصر، نهر دجلة والفرات، بسبب توافر التربة الخصبة والمياه العذبة. أيضا المناطق الساحلية مثل سواحل دول البحر المتوسط، في هذه السواحل ممكن أن يكون فيه مهنة الزراعة، أيضا الاستفادة من الثروة أو الثروات البحرية، وأيضا الاشتغال في مثلا في السياحة، فبالتالي يتوسط أو يوجد سكان في هذه المناطق. مناطق يقل بها السكان، طبعا كلنا نعرف الصحراء، المناطق الجبلية شديدة الارتفاع، المناطق الصحراء الجافة، بس المناطق التي يظهر فيها النفط والغاز الطبيعي كمحافظة المسقط، محافظة الوسطى في سلطنة عمان. زي مثلا على نهر النيل أو تركز السكان في مصر، يتركز السكان بس في 4% من مساحة مصر. هذا الصحراء الشرقية والصحراء الغربية، يتركز حيث السكان حيث وجود التربة الخصبة الصالحة للزراعة والمياه العذبة. لو رأينا مفتاح الخريطة نرى أن التركز يتفاوت من الأحمر إلى الألوان الأخرى على حسب المنطقة الذي يتركزون فيها، مناطق تركز شديد ومتوسط، وأيضا لا يوجد أو خالية السكان في المناطق الصحراوية في مصر. هذا السكان في الوطن العربي، كثافة مرتفعة متوسطة منخفضة أيضا نادرة أو منعدمة السكان. في سلطنة عمان الكثافة منخفضة، الكثافة منخفضة في سلطنة عمان. العوامل المؤثرة في توزيع السكان، العوامل الطبيعية مثل المناخ حيث يتركز السكان في المناطق المعتدلة وليست في المناطق الصحراوية مثلا، المناطق التي توفر فيها أمطار فيها مياه. إذا المناخ وعنصر الحرارة أو الأمطار يساعدون في تركز السكان أو عدم تركزهم في هذه المنطقة. أيضا أشكال السطح، منطقة جبلية أو سهلية، يفضل السكان الاستقرار في المناطق السهلية لسهولة الوصول إليها. أيضا الموارد الطبيعية، حيث يتركز السكان في المناطق التي توجد فيها موارد طبيعية سواء متجددة أو غير متجددة. أما العوامل البشرية مثلا، النشاط الاقتصادي، الأوضاع السياسية، توافر الخدمات. النشاط الاقتصادي، المهنة التي يقوم بها السكان مثلا في أمريكا، في شرق الولايات المتحدة الأمريكية يتركز السكان حيث المناطق الصناعية. الأوضاع السياسية كما في سوريا مثلا أو في العراق أو في بعض الدول العربية التي يوجد فيها بعض المشاكل، يهاجر الناس من هذه المناطق بسبب الأوضاع السياسية الموجودة فيها. أما توافر الخدمات، فيتركز السكان حيث توافر خدمات مثل المياه، الكهرباء، الطرق، المواصلات. هذه كلها خدمات تعمل على تركز واستقرار السكان. توزيع السكان على ضفاف نهر النيل، شايفين يا جماعة الكثافة كتير. أما في المناطق الساحلية في مسقط أيضا يوجد استقرار كبير في شمال في محافظة مسقط، المحافظة الساحلية. أما لو رأينا مع بعض منطقة فزان في ليبيا، منطقة صحراوية يقل فيها السكان، أيضا منطقة جبلية، منطقة الجبل الأخضر أيضا يقل فيها السكان. المشكلات السكانية،
أولا، ما هي المتغيرات التي يمر بها الوطن العربي؟ التغيرات السكانية، ارتفاع معدلات المواليد، انخفاض معدلات الوفيات، هجرة السكان إلى المدن. ونعرف جميعا أن السكان يهاجرون إلى المدن بسبب تركز فرص العمل وارتفاع مستوى الخدمات، ظهور مما أدى ذلك إلى ظهور عدة مشكلات خصوصا في المدن، مثل الاختناقات المرورية، التلوث البيئي، الضغط على الخدمات، نقص المساحات الخضراء. الاختناقات المرورية سبب زيادة عدد السكان وزيادة عدد السيارات، ينتج عنها تلوث في المدينة، ضغط على الخدمات، مستشفيات، مدارس، نقص المساحات الخضراء للبناء عليها كمسكن. فبالتالي هذه مشكلات يواجهها السكان في الوطن العربي. الاختناقات المرورية كما في الصورة، التلوث البيئي، الضغط أيضا على الخدمات مثل مشكلة الإسكان. فهذا نشاط قمنا بحله، وأرجو منكم أن تقوموا بحله مرة أخرى بدون أن أحد يساعدكم. وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم. نرجو أن نكون قد وفقنا في شرح هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.